بالنسبة لي الدور ديال البرلمانيين حاليا ما كيوصلوش القضايا ديال الشعب كيف ما خصها توصل. مثلا حنا ملي كنجيو كنتخبوا واحد الانسان ولا كنتخبوا واحد السيد باش يمثلنا في الحكومه ديالنا، يعني باش يوصل القضايا ديال الشعب، القضايا ديال اللي جون في خصوص البطاله، في خصوص جميع المجالات، ما كيوصلهمش كيف ما خصهم يوصلوا. علاش؟ حيت اي واحد كيشد شي بوست سواء في البرلمان، في الوزاره، في الحكومه، كنلقاو هذيك الساعه كيولي يفكر بواحد الانانيه، ما كيبقاش كيهمو الشعب اشنو خاصو، ولا دوك لي جون اللي مساكن قراو شادين الاجازه عندهم دي ديبلوم ما كيفقاش يفكر فيهم، كيولي يفكر في مصلحته الشخصيه. هذاك الشيء علاش انا بالنسبه ليا ما كيوصلوش القضايا كيف ما خصها توصل، يعني كتبقى حابسه تما. بخصوص هذا الموضوع ديال التقاعد وهاد السالير ديالهم اللي كيبقى لهم في الاخر، نورمالمون راه خص الشعب اللي يستافد منه. حيت واحد الانسان مثلا كيتقاعد، شي برلماني مثلا ولا شي مسؤول، ملي كيتقاعد وكتبقى له 4.5 مليون مثلا في التقاعد ديالو، علاش؟ اشنو كيدير؟ اشنو كيزيد للناس؟ اشنو كيزيد للشعب باش انا غادي نشد داك 4.5 مليون ونعطيها ليه واجده؟ ما كيدير لينا والو، حيت هو اصلا فاش كان في البوست ديالو ما كيدير لينا والو. الوغ انا بالنسبه ليا داك يحاولوا ينقصوا ليهم من الصالير ويفيدوا به لي جون ويفيدوا به الناس اللي محتاجه، مثلا الارامل اللي هما ملي كيموتوا لهم رجالاتهم ما كيبقاش عندهم مساكن باش يصرفوا على دوك الاولاد، لي جون اللي ما خدامينش. فوالا انا بالنسبه ليا خصهم انا كونت هاد القضيه ديال يبقى لهم واحد سالير طالع في التقاعد ديالهم. اختي حنا كنشوفوا البرلمانيين غير في الوقيته ديال الانتخابات كيجيو يفرقوا الدوسون درهم تيمشيو في حالاتهم اختي، من بعد ما كنعاودوش نشوفوهم. شتي دوك البرلمانيين ما كانوا برلمانيين الا هو باش يقضيو المصالح ديالهم داخل البرلمان. شتي ديك موافق وغير موافق راه بالفلوس، شتي وليته بالفلوس. غنقول لك اختي واحد الحاجه، دابا انت يا برلمانيه ياكي خدامه في واحد البوست، فهمتيني، خدامه في واحد البوست ياكي، ولكن انا المصلحه ديالي تما، خصك تقضي غرض انا نقضي لك غرض من جهه اخرى. حنا تنعرفوا ناس اختي كاع كنا خدمنا معاهم ما غنسميهمش، عطاونا 100 درهم في النهار ما كناش كنمشيو، ما كاين لا حمله لا والو، هو براسو اصلا ما كيجيش، فهمتيني، هو باغي يوصل تما باش يقضي المصالح ديالو، حنا تنعرفوه. بالنسبه اختي كاع البلاد داكشي كاع، واش هاد الناس دابا اللي كيدي مليار و800، اللي كيدي 2 مليار، اللي كيدي 4 مليار، ما عمرنا منا شي واحد مشى للحبس، هو واحد تيدي رغيفه كيمشي للحبس. انا كنعرف واحد الدري ولد عكاري مسكين، والله الا رغيفه اختي الا مشى للحبس، وواحد داي ومليار و700 وبالعلالي وهانيه، وواحد 2 3 مستشار. وانا هضروا اختي على التقاعد، واش واحد اختي غادي يجي يخدم 4 سنين غادي يدي 5 مليون ولا 6 مليون ولا 3 مليون، واش كيسال فيها؟ وشنو دار؟ اش كان تيدير؟ والمخير فيهم كيجي كيتكونيكتا تما الويفا فافور في البرلمان، دير لهم شي 400 ولا 500 ميجا، فهمتيني، ما كاين الرش، الويفا واصل على برا، وما اختي كلشي خدام هكا وهكا، الناس ناعسين، عرفتي علاش يكونوا ناعسين؟ تيكونوا مقصرين، تنعرفوهم تيكونوا مقصرين، تنكونوا جالسين حنا لو كنشوف مرحبا اختي العزيزه كنشوفهم في لو كيقصروا ناري من شي سيدي يسكروا اختي وشوفي داك الحاله ديالهم وتشوفيه في البرلمان جالس بالكرافطه وتشوفيه تما وناري تحيدي سنانك تحيدي سنانك اختي. بالنسبه لي انا البرلمانيين ما كيديروش خدمتهم وما كيستحقوش حتى داك الثمن اللي كياخذوا حيت ما داروا لنا حتى شي حاجه في البلاد، حتى شي حاجه ما كيستحقوها، وحتى بالنسبه للتقاعد اللي كيعطيوهم ما يستحقوش. بالنسبه واش كتشوفي القضايا اللي كنكونوا كنعيشوها كشعب مغربي وشهما كيطرحوها في البرلمان؟ ما كيطرحوهاش في البرلمان، كيطرحوا اللي بغاو بزاف من الحوايج ما كيطرحوهمش. علاش؟ هنا فاش بقات كياخذوا سالير ما يستحقوش. احنا كشباب كنشوفوا ان البرلمانيين ما كيديروش كاع خدمتهم، كياخذوا داك السالير غير هكاك ما يستحقوش كاع، وحتى هذاك الشيء اللي خصو يطرحوه اللي كاين في المجتمع كيعاني من المجتمع ما كيطرحوهش في الخدمه ديالهم.